ايه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، خدها على علتها معلم سندوبي، اكتر من كده مش هقدر افسر. طب ممكن تقول لي ايه السبب اللي يخليك ما تقدرش تفسر؟ يا ابويا اكتر من كده هتبقى غيبه ونميمه. كل اللي اقدر اقوله لك ان سكتك غير سكتها، تبقى راجل لماح تفهمها وهي طايره. ولا ايه؟ انت عايزك تقول لي يعني ان هي يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم وكل ذنب يا رب، استغفر الله العظيم وكل ذنب يا رب. ليه حد دخلني في الشمال كده يا سندوبي؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا ما لمحتش بكده يا اخي، هتقولنا في اعراض الناس. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه طب ما تفسر لي عشان افهم صح. يا عم انا اللي عندي قلته وخلصت ذمتي من ربنا ومنك، كلمه زياده ما عنديش. انت راجل عقلك في راسك تعرف خلاصك. السلام عليكم. هذا راجل لو احنا لسه ابتدينا الكلام عشان تقوم وتمشي. يا ابوي انا اللي عندي قلته وخلاص. طيب مساء الخير عشان الكلام يحلم. مساء الفل يا سيدي. ايه ده؟ طاجن باميه. شخصيات عايشة برا الشغل كده. اصلي يعني فسخت 3 مرات، طلقت مرة. المهنة دي اصل عاملة زي الفريق، بتحب الشريك. يعني لو بتفكر يعني تتجوزيني الحقي مفيدي بجلدك. تفكريش، عنديش استعداد اجرب تاني. خوذة وموتوسيكل وحركات. ايه ده؟ هو قضية محفوظ ولا لسه معاك؟ اه ما ايه لسه دي؟ تبقى ما تبلغتش. بلغت بايه بالظبط؟ انا بحسبك عارف من يوم الوقفة. عارف ايه؟ انطقي. اوكي انا قضيت محفوظة لا تتسحبت منك وكريم هو اللي هيمسك. ايه؟ حاول حاول تكتب دماغها جزمة قديمة. ده مالك انت قمت صوت ليه؟ اخلص يا ميزو، مش هقصة بقى هتوقف لنا اكل عيشنا. زمانه جاي، الغايب حجته معاه. يا ست فوزيه احنا مش مأكدين عليه من اول امبارح وهو عارف الميعاد. اصله نزل مع اخوه الصغير من شويه وزمانهم بيقضوا مصلحه مع بعض وراجعين على طول. اه ما هو خلص مشوار اخوه الصغير وطلع على مصلحه تانيه. مصلحه تانيه؟ تعرف راح فين؟ معرفش، بس اعرف لك يا فرع انت. وانت هتعرف منين يا موكوس؟ ما انا شفته طالع عند نوسه، قصدي ست انتصار جارتنا. طب هو عند ست انتصار دي؟ لا هو شوية كده الحاج جابر السندوبي صاحب البيت خده تحت باطه ونزل. كويس قوي، لما الحاج جابر السندوبي خده تحت باطه ونزل، نزلوا راحوا فين؟ اقول لك وتديني ايه؟ ده انا اللي هقوم اديك في سنانك لو ما نطقتش. خلاص يا ستي حاضر. هقول بس عشان خاطرك مش عشان خاطرها. كسر خاطرك. سيادتك انا عايز افهم حضرتك ليه تاني مرة بتسحب مني ملف قضية محفوظ زلطة؟ بقى انت جايبني من بيتي وعيالي وفي يوم اجازتي عشان تكلمني عن محفوظ زلطة؟ سيادتك انا عايز افهم،
عايز افهم قبل ما اتجنن. اول مره سيادتك قلت لي اصل دخل في القضيه ابو خليفه، وابو خليفه هو اللي قتل اخوك، والموضوع هتاخده على محمل شخصي، وقلت لسيادتك تمام اللي انت شايفه. تاني مره بقى عايز افهم ليه تسحبت القضيه مني؟ مع انك شخص يستحق التجاهل، لكن انا هعمل باصلي وهقول لك. اولا خلاص ما بقاش في قضيه من اصله. يعني ايه يعني سيادتك؟ يعني ملف الامير اللي راجع من الحرب في وسط اسيا خلاص بقى ملف شخصيه عامه، واظن دلوقتي انت فاهم ان كريم بيعمل دراسات عليا في الاعلام وعلاقته بالامن، هو انسب واحد للملف ده. ثم ان محفوظ بيجهزوه دلوقتي لمهام تانيه. هو مش محفوظ زلطه ده برضه اللي سيادتك عمرك ما وثقت فيه؟ من جيت الحقيقه انا لحد دلوقتي ما بثقش فيه، ولا بثق فيه، ولا بثق في بيتي وعيالي. لكن الاوامر كده نعمل ايه؟ عندك اعتراض على الاوامر ولا ليك راي تاني سيادتك؟ ما تنساش سيادتك ان محفوظ زلطه ما بيثقش في اي حد في الوحده دي غير انا. بعدين انا مش فاهم سيادتك، ده انا قطع شوط معاك كبير جدا، بتشني من القضيه ليه؟ ده شغلي، ده شغلي سيادتك اللي انت بتشني منه. شاكر، لما تعمل دراسه عليا في الاعلام زي كريم يبقى تعالى قابلني. لما دلوقتي بقى منام جبتنا النهارده يبقى خير البر عاجله. القضية كلها تسلمها لكريم من الألف للياء، اللي اتكتب فيها واللي ما اتكتبش. اللي تشوفه حضرتك. من ناحية تانية انت هتمسك ملف ممكن يكون أهم حاليا، ملف الشيخ مرسي السعيد، يعني جماعات برضه. وده في جديد بخصوصه يا فندم ولا يعني؟ في جديد؟ انت بتقراش جرايد ولا ايه؟ تتصرف في مخك في امور في منتهى الخطوره زي دي من غير ما تشور عليا، نفسي افهم ازاي؟ وانا اللي كنت فاكر انك انت جاي تعايد على نصر، اتضح ان انت جاي عشان مصلحه. شيخ مرسي هدئ من روعك يا افوكاتو نصر، هو مش عيب ان احنا نحس ان كنا ماشيين في طريق الخطا علشان نقف ونفرمل ونحوط في الاتجاه الصحيح. تشوف وانت اول ما تشوف تنشق عن الاصل وتكتب لي سلسله مراجعات فقهيه في اهم جرنان فيك يا بلد. كنت عايزني اعمل ايه؟ افضل ماشي على عماية؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، دي نفس الايات والاحاديث اللي كنت بتدعو بيها للجهاد بالسيف، تبقى هي نفس الايات والاحاديث اللي بتدعو بيها للسلام والتعايش. بقول لك ايه، مبروم على مبروم ما يلفش. يا نصر ما فات مات، وباب التوبه يا اخويا مفتوح الى يوم الدين. طيب بقول لك ايه، الكلام بيني وبينك يعني كده، هما الجماعه بره زعلوك في حاجه؟ قول لي قول لي يا شيخ مرسي، احنا غطى على بعضينا. اقول لك ايه ولا ايه يا نصر؟ اقول لك على المنابع اللي جفت، ولا على ابو خليفه، ولا على ابو عبد الله اللي متهيألي انهم جابوه عشان يبقى مدفع في وشنا؟ لكن بقول لك يا نصر، الناس دي خلاص زمنها خلص. يا حبيبي عاوز تفضل معانا اهلا وسهلا، مش عايز، انت حر، انت في حل من الالتزام بينا. اخي وهي العشره تهون برضو يا شيخ مرسي؟
عاوز تنشق يا نصر؟ لا، من ناحية دي استريح قوي وحط في بطنك بطيخة صيفي. أنا بعرف أريح جميع الأطراف، وأعرف كمان إزاي أخليك تتقي شرهم. بس حكاية التريحة دي بقى هتكلفك شوية. قلت لك يا نصر إن خلاص المنابع جفت يا حبيبي. أبدا، المنابع كتير والأبار كتير، بس اوعى تنسى أخوك نصر. ده أنا الغالي برضو. طب خرجني أنت كده من هنا وأنا أحللك بقك. بقي؟ وماله؟ أخرجك؟ مش أنا أفشرك أكتر من كده يا راجل. ده أنا بقول عليك لباح وتفهمها وهي طايرة، ما تبقاش حمار. أنا حمار يا زلطة؟ ما تقولش على نفسك كده، أحسن الحمار يزعل. يا راجل وبص شوف نفسك في المراية. جي شوف كده، بص شوف نفسك في المراية كده. ها جيب بقى رشدي أباظة على عمر الشريف على أحمد مظهر وضربه في الخلاط. يطلع مين في الآخر بقى؟ مين؟ جابر السندوق. تقوم بقلل من نفسك ووطي منها ورايح لدي، ما تبقاش حمار. يعني انت شايف كده؟ اه طبعا شايف كده. مال جابر السندوبي ولا الاربعين حرامي؟ يستاهل ست الحسن والجمال. الله، بدل ما تروح تاخد لك ملكة جمال تروح حارة نوفل في باب الخل. بس ما دورش البنت حلوة ولونة. لا معلش، ولو أنا قلت لك وخلصت ذمتي. الساعة كام دلوقتي؟ دينا بدري. معلم جابر، معلم جابر، في ناس واقفين على الباب بقى بيسألوا على الأستاذ محفوظ. قول لهم مش موجود. مش موجود إيه يا راجل؟ قول لي اسمك ايه؟ مين دول وعرفوا ان انا هنا ازاي يعني؟ واحد بيقول ان هو ابن اختك، وواحد بتقول انها مذيعه في التلفزيون. اه وش قلت لك يا جايب التلفزيون؟ الساعه كام دلوقتي؟ الله عجبك.